السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف التاسكات في جدول زمني. اول حاجة هاجي هنا من الايكون ديت واختار ان انا عايز اعمل 4D simulation، وبعد كده هبدأ اقول له كبر الشاشة بالشكل دوت، واجي هنا احدد تاريخ البدء واقول له اوكي، وهاجي هنا واحدد تاريخ الانتهاء من المشروع بالشكل دوت. طيب عايز ابدا اضيف تاسك، فهاجي هنا واقول له كرييت ا نيو تاسك، وتبدا بقى تحدد البيانات بتاعتك من كام والاند بتاعتها من كام. هتطلع لك شاشه بالشكل دوت، فتحدد انت الوقت فتطلع معاك بالشكل دوت. ده الجزء الخاص بالبلانت، ونفس الفكره برضو بالاكشوال. تقدر تدخل هنا وتكتب التاريخ اللي انت عايزه بالشكل دوت، بحيث ان انت ممكن مرة تعرض ده وممكن تعرض ده وهكذا، يبقى قدامك ان انت تعرض الاتنين زي ما انت عايز. وتقدر تيجي هنا وتحدد هل هي هتبقى هتبني حاجة ولا هتهد، ولا يعني تحدد نوع الحاجة اللي انت عايزها. اما تلاقي عندك هنا اول واحدة ان انت بتبني، تمام، create a new task، هتلاقي بعد كده اللي هي نيو اكيوبمنت، وبعد كده هتلاقي ان انت عايز تعمل نيو ديموليش ان انت بتهد، وبعد كده نيو تمبوراري تاسك ان انت بتعمل حاجة مؤقتة. كل واحدة من دول بيتعمل بشكل جميل جدا زي ما نشوف مع بعض في الفيديوهات الجديدة على بيم اريب.